أهلا وسهلا بالجميع. اليوم عندنا ماكينة جديدة باش نخدموها. الكليون شنو طالب؟ طالب ماكينة تعمل نقص شوية الصوت خاطر عندي إيكو. طالب ماكينة تعمل تهروش اللوز والفستق والفواكه الجافة بصفة عامة، معناها العربية الفول السوداني واللوز والبندق والفستق، حاجات هذوك الكل. هو النوعية يحب حاجة كيما هكا، دونك عندنا موتور ريداكتور مع تابلو صغير، وعندنا كور قلب متاعها باللينوكس، وعندنا قمع من الفوق، وعنده بلاصة الصندوق به يحب يخرج اللوز متاعه، حاجة كيما هكا يخدم بيه حلويات وغيره. هما فما انواع موديلات من الصين كيما هكا يعملوا ستركتور بالحديد، معناها صندوق بالحديد، وبعد يعملوا دو طنبور، معناها دو سيلاندر اسطوانتين، معناها يبدو يدوروا عكس بعضهم، لكن تهبطوا كيما مرحي هكا. وفما اللي هي تهروش وتكسروا كيما هكا، معناها طنبور يكونوا الاسطوانات فيهم كل هرم هذوكم الاسنان هذوكم اللي هم يكسروا اللوز. هذه الصنادق اللي عنده، هو عنده صنادق هكا لازم نصورهم. لما حالة أنا مشيت في فما الماكينات اللي هما يرحيو البلاستيك، معناها يخدموا بالبرانسيب هكا، يكون دي ديسك، معناها ديسك يبدو فيهم كالظوافر هكا كالأنياب، ويدوروا عكس، معناها لام وكونتر لام، ومقص والواحد ومقص الثاني، معناها يكون هذا الجزء هذا ثابت والجزء هذا يدور، ويركبوا عكس بعضهم هكا. دونك وقت اللي باش تدخل الفاكهة ولا البلاستيك ولا هو ما الحاجة اللي باش تقطعها ولا باش تقصها، تدخل بيناتهم بحكم الدوران نتاع اللامات الانياب هذوكم باش يقطع الوحده. وموجود الفيديو في اليوتيوب، تو نحط اللينك نتاع الوحده نتاعو، معناها نحنا تقريبا مش نستلهمه منه، مش هو بالضبط مش نعمله استلهام منه، معناها في الوحده. سمينا الماكينة شريدنج ماشين، هو مقص، معناه آلة التقطيع ولا آلة القص. أول حاجة باش نعملها هي باش نصور الباك، نصوره حسب تقريبنا. طوله 54 سنتيمتر، وعرضه 50 سنتيمتر، وارتفاعه 52. شبدلو هذه طه. شريدنج ماشين سموها باك. هذا نمشي دوكيمون سيتينغ، بدلوهم مليمتر كيلوغرام، ما يقلقش سيتان شريو، هو حكاية فارغ، دونك نجمو نعملوها. نخرجو من السونتر،
54 على 50. الارتفاع بتاعه 50. نعمله تجويف صغير. قصيت 3 مليمتر مثلا. ولو مش بالضبط هو الشكل متاعه، اما ما قلقناش، احنا جست معناها فقط باش ناخذوا المنظر. ولا تحب نصوروه كيما هكا في الشكل هذاي؟ باهي ما قلقش شيء. ناخذ حتى 3 سنتيم، قلقش. فنفترض هذا هو الصندوق اللي عنده، اللي بيش يعبي فيه اللوز البرحي. فيني نجي نختاروا الكولور، نحطوها عادي. ما تقلقش، نفترض هذا الصندوق. تو هذا باش نبنيو عليه، نبنيو عليه ماكين. نعملو سيف ريستو اول. اوكي، بهذا الصندوق اللي عنده، اللي هو باش يعمل منه عشرين لتر، 520. انسبكت صغير. الارتفاع 52.
هي هذا الجزء توا انا مش نخدم الجزء الثاني في الماكينة. اللي هو عندنا قطع موجودين، نعمل خلينا نمشي نجيبهم، نجيب تصورهم ونرجع. إذا نواصلوا معاكم الوحدة. قلنا عملنا البان وضايا ولا الحوض اللي باش يحط فيه المكسرات اللي مهروشة. بقى عندنا بعض القطع اللي هم جاهزين عندنا، معناها من موجودين عندنا في ستوك، اللي هما باه فما عندنا هذوما الرولمونات، البيرينج، الريفيرونس هي اف اجريج هاش، حصلوا اف 203 اللي هما كي تجي تلوج، اف 206 جي. اف 206 جي هذه تطيح ليكيفالون تاعها في اللاسكا اف، هي يو سي اف 206 اللي هو البالية ذي، تقريبا 83 البعد متاعه، واللاكس الديامتر معناها القطر هو 30 مليمتر. هذا طبعا تمشي للسيت متاع اسكي اف كاد وتختار تختار مثلا انفنتر 2019 وتجبد منه. معناها هذه اللي هي البيس، هذه بي سي اف 206. بالنسبة للموتور ريدكتور، محرك الكهربائي ولا اللي هو استعملنا هذا اللي هو يجي هذا تلوج موتو فاريو، هو ايطاليا معني ان ام ار في في الزيرو سانك. على كل حال موجودين في السيت متاعهم، في الموقع الرسمي متاعهم، تنجم تجبد ال 3 دي والا تنجم تاخذ زاده في تستعمل جراب كات تلقاه موجود معناها. هذا نفس كيف كيف جبدناه اللي هو هذا. هذم اللايبراري معناه تجبدهم حاضرين، ما تعودش تصورهم معناه. اذا عندنا دو بالي كابتن بيرين، كابتن رولمون، شو نبدلوا لها اللون نتاعها، نحطوها كيف اخذها. خليهم هذوما مبدئيا باش نحيلهم الفيزيبيليتي، ومن بعد نرجعوا لهم. بجي نعمل بلان، باش نعمل له اوفسيت ب 10 سنتي حتى ب 20، ما قلقش.
ويلي برشا 20. مش مشكلة، طب بعد نشوفه. باقي عنا قطعة أخرى اللي هي هذه، هي طولة سنتي. هذه الأبعاد متاعها اللي هما كيما هكا، معناها 31 سنتيمتر على تقريبا 60 ولا 7. فهمناش هذيك؟ نرجعو باش نصورو القطعة هذه تو. سميها طول ولا بي ان؟ نجم نحي الباك، نحي له فيزيبيليتي خاطر ما سحقلوش. نمشي للطول، نبدلها كالعادة مليمتر كيلوغرام. اوكي، واحدة وثلاثين مليمتر على 593. عندنا 30 على 10، فينيش تروت 1 سنتيمتر، 10 مليمتر. نعملو انسبكت 593. واحد وثلاثين، 30، 10. به هاكم رجلين، نرجع للبيرنج ولا الرولمون، نعملو له فيزيبيليتي. نحطو الفاس هذي على الفاس هذي. اوكي، الفاص هذي مع الفاص هذي 0. اوكي، خلينا نعملوها جراوند باش نجمو نخدمو عليها. يقعد لنا السونتراج هذايا لنا. مية وثمانية، معناها عندنا 4 مليمتر منه و 4 مليمتر منه. هذه وهذه إلا 4 مليمتر.
نرول مون سونتري، نجيو لهادي سكيز بروجيكت، هادي هادي نقبل لنا عنا 40. فينيش اكسترود مور فيزيبيليتي ديستانس اول. اوكي تقريبا تحصلنا على نفس القطعه اللي هي هذه 10 30 593. قبة ضمة ثم بعد تسكرها مش قضية. فينيش نحو البيس هذه نعملو لها نحو لها الادابتيف باش معاش تتموديفها، نحو فيزيبيليتي ادابتيف فيزيبيليتي متاع البلان هذايا. القطع هذه نحطها كروم بوليشد كولور كروم بوليشد. اوكي نجد منها قطع اخرى، قطع ثانية نحولها البلان متاعها فيزيبيليتي، نحو الجراوندد. اوكي هنا قطعتين هذوما. مش حطوا هادي هادي انفاس زيرو. يعني احنا باش نحطوا عرض ال عرض ال الوحدة 10 سنتي، قول نعملو مثلا 12 سنتي، 120 مليمتر. ابليكي اوكي نجيو نعملو الفاس هذه والفاس هذه طابقين زيرو. اوكي الفاس هذه والفاس هذه زيرو. اوكي ولا عندنا القطعتين هذوما متوازيين. نجيو بعد نحطو طلو هذه نحو لها فيزيبيليتي، نرجعو هذه نعملو لها فيزيبيليتي. نجيو القطعة هذه الفاس هذه تبقى مع الفاس هذه زيرو. اوكي باهي مش مشكلة، ممكن ماشي حتى قلق. نجيو نحطو الاكس هذا سنتري مع هذا زيرو. الفاس هذي مع الفاس هذي زيرو. هذي وهذي زيرو. اوكي نعود نفس العملية للقطعة الثانية، هذي وهذي فاس زيرو. اوكي
ريلوتيت. نرجع نعمل الفاس هذه مع الفاس هذه 0. اوكي بعد نعملو هذه قطعة هذه 0. اوكي بيه تحصلنا توا، تحصلنا على القطعتين هذو. فقط نبدل نحرك الميكانيزم كله، نرجع هذا بالزوز، نعمل كونترانت بين هذه وبين البلان هذايا 0. اوكي عندنا اسوسياسيون نحياها ديليت ينيت. نرجع نحطو البلان هذا مع البلان هذا 0. اوكي نحاول نسنتروها في الوسط. نرجع للباك نعملو له فيزيبيليتي. اوكي بما ان هي روتاسيون نحاولو نعملو لونجر، نجيو للباك نعملوه جراوند، جراوندد ديجا نعملو لونجر منا لنا 0 ديجري. نعملو انسبكت من لنا عندنا 140 عرضها. أربعة وخمسين معناها عنا 40 تقعد 20. نعملو منا لنا 20 سنتيمتر، طبعا منا لنا باش تكون 20. باش نعملو منا لنا نحطو 50 إلا 50 سالب 50 نعملو انسبكت من القاعة. قديش عنا مترو؟ مترو باهي كي مترو، مش عالية معناها تقريبا علو الطاولة. نرجع نجيبو الموتور فيزيبيليتي، نحطو الموتور من الجهة اليمين ولا الجهة اليسار؟ نحطو من الجهة اليسار. انسبكت نبدو بيه 20 مثلا الا 20 برشا. نبدو بيه 15 سنتي، 15 سنتي بيه ما يمسش منه.
نبعدو بيه 15، نجيو نعملو كواكسيليتي بين السنتر متاع الموتور هذا والسنتر متاع البيرينج هذا، بيفو زيرو. اوكي ندور الموتور هكا، نعملو انجل بين هذه وهذه 0 ديجري. اوكي ولا عنا الشكل هذايا، سجلوا كل شيء. اوكي يس تو اول، يس يس اوكي. حاول هذا مزوز نبدلهم بالاحمر. نعملو سيبور سماها ستريكتور كالعادة، نعملو بروجيكت قاعة منا. نمشو نبدلو ال نشبوس هيك مليمتر كيلوغرام، نرجو سكتش بي متر وثلاثة. اوكي نعمل اسكيز اخر منه، بروجكت خط ثاني وكمزو الساقين باش نجيو نخرجوا هكا بمثلث، نعملوا مثلث وتهبط ساق. اما عنا اسباس لنا ولا لنا ما عناش نعطلوا المروحة. فينيش اوكي جول مش بولت سكوير سكوير تيوب
40. نعمل حتى تيوب باقي، مش مشكلة نعمل تيوب كارونت. تيوب كارونت اوكي، اختاروا هذا من هيك. حطوه في الكوان كوان هذا، ابليكي اوكي. نعود نفس العملية لهذا. هذين انا باش يكون الحام. فقد ان الفيكساسيون القدامية. الموضوع يتعدى تحته. يتعدى تحت هذا. دونك نرجع للستركتور. بروجكت تاني، ولو انه الاسهل هو لو كان نعمل لنا خير نبعد اكثر عن الموتور. نعملو منا لنا مثلا 30، ونعملو منا لنا 30. باهي، قلنا ان نبعدو بالثلاثين سنتي منا وثلاثين سنتي منا، قصينا ورجعنا نكملو. نعملو بروجيكت كالعادة للقاع، نحطو بخط فرتيكال من لنا هكا، ونعاودو نهبطو بخط اخر من لنا فينيش اوكي. نرجعو للبروفيل 40 نحطو هكا. دوبل الشلة ما يمسش في الموتور هكا. اوكي باي. نجم هذا يكون بين هذا وهذا 45، يكون بين هذا وهذا 45.
فقط لازمني نتأكد نتأكد من ال نتأكد من الموتور ما يمسش في ال في التيوب 40. نعمل الحساب لحظة برك دقيقة نقيس ونرجع. أنا حسب القياس نورمال مو بعيدة، أما إن محل النجم نلعب لعبة أخرى نحن. باهي مش مشكلة، نحيو فيزيبيليتي بلان هذايا وينو البلان هذا، نحيو نحيو فيزيبيليتي. اوكي باهي اوكي، نجمو جيو الستركتور هذيك، نرجعولها فيزيبيليتي مرة أخرى من ناحية وضع ما يكون ناحية من فيزيبيليتي، نحطو هذه جراوند نجيو نحطو على الساقين، نعملو دي سيركل بتاع مثلا 80. اوكي هكا 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 هكا، نحطو دي سيركل بتاع 80 فينيش، نعملو اكستريت متاع سنتي. خمسة مليمتر فينيش، نعملو هذي زاد الساقين في نفس اللون تاع هذي. نورمال مون شاد نجمو نربطو منا ومنا، ولو ان هي حتى هكا شادة هي ماهيش حاجة. نتعداو توا للقلب نتاع الماكينه، باهي توا باش نكملو ال خلنا نعمل تصور صحيح للموضوع. شنو باش نعملو تو؟ باش نعملو اذا كان هذا ال خلينا نحطوه بالفيولي هكا، باش نعملو المقص اللي هو كيما هكا نوع الشكل هذايا، وباش نعملو الجزء المتحرك
اللي هو باش يجي مع المقص لهنا. وبعد باش نعملو جزء منه يتحرك هكا، هو زوز اجزاء، فما جزء شي هكا وعندنا جزء اخر بيجي هكا اللي هو يصب السلعة اللوتة. وبعد نعمله قمع هكا، وبعد نجيو منه نعمله جزء اخر اللي هو انكليني هكا، وبعد يطلع لنا. بعد نسكروا القمع بتاعنا، هذه نعملوها، هذا نعملوه جزء وحده، وهذا خطر لنا يلزم هذايا الجزء هذا نكونوا نتحكموا في نسبة نسبة السلعة اللي باش تهبط. نجمو نبدو لنا يكون مثلا في سيستم اللي هو يسكر على هذه هكا، وكي يتحل ما يمسش. باهي برا نبداو نصوروا نصوروا اللام، نشيل الجزء هذا نحيلو فيزيبيليتي. بارتويت سموه كتر، ولو انه قبل اما مش مشكلة، هي برا نعملو كتر. ستانلس ستيل، اوكي. نحيل بيرنج هذي، نحيل فيزيبيليتي، نعملو بروجيكت. هني باش نعملو 38 مليمتر، و الانفولوب نتاعو ما يلزموش يفوت 90. نجمو حتى اكثر شوية، نحطو حتى 100، متقلقش. 100 باش نحي زوز سنتيمتر وزوز سنتيمتر، معناها باش نعمل 60. نجمو نبداو لمحلة بالديسك، باهي برا نبداو بالديسك. اما الديسك 38 و60، 38 و60 نطرحو منها
كلافيت كلافيت تعويت بعد نصوروه وبعد نرجعوله. هذه 60 60 38 اوكي نعملو انسبكت باش ما نبداوش غلطين. اوكي القطر الداخلي 38 مليمتر، القطر الخارجي 60. باه اكسلون. نرجع لهنا باش نعملو كلافيت مليمتر 10 10 5 ومن بعد باش نعمل في ليش نبدو بخمسة خمسة مليمتر نعمل سيركل بتاع ثمانية برشة ثمانية نعملو سيس ستة بنكررها الديمونسيون هذه ست مرات دونك هكا باش تولي تمس. اذا نبعد نختار لونجل من لنا سانك. نجرب نشوف هكا هي منا لنا 60 دونك يلزمني 30 30 90 الا 30 باش تعطيني منا لنا 60 60 باش نكررها 6 مرات هكا باهي معقول نعمل مروار لهذا مروار الاكسيد اوكي دان فينيش نجي نقصو هكا هكا هذي 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 اوكي هذي باش تخرج لنا بياسة هكا اوكي جميل جدا فينيش هذا القطعة هذه نعملها كروم بوليش
جرام. هذه قطعة التي نعمل كتر 2 هنا 2 على مين قلقش. اوكي فينيش حولها بشو تقول نبدله مليمتر كيلو جرام. اوكي نرجع نختار الثيكنس متاعها 2 مليمتر. بروجكت فينيش اوكي فاس 1 مليمتر. اوكي فينيش هذي باش نعملوها نفس الطينة بتاع هذي باش نعملوها فيولي. كترتو باش نختارو توا بيسة اخرى سماها كتر مين. اوكي طول بدلو مليمتر كيلو جرام. اوكي نرجعو كومباكتو شيت متل بدلو 2 مليمتر كالعادة ستينلس ستيل. اوكي فينيش فاس. اوكي لكن هذه توا نعملوا فيها الصوابع اللي هم يقصوا دونك نعملوا سكتش هكا. هذه لازمني نعاود هكا هذا نعملو على السيركل هذيا على الأكس هذا 6. اوكي فينيش او لا كات كات. اوكي توا نعملو سكتش اخر ناخدو سيركل متاع 100 هي ما فوتوهاش ونصنعو النياب متاعنا.
سلك الاخرى هكا، خليه بين الناب والناب 15 مليمتر. نعملو بروجيكت هكا، نسيت هادي مع النقطة هادي. فينيش ريتر نسجلو، ما تحصلنيش مفاجآت. نرجعو كتر مين سكتش هذا، راديوس بتاع 20، حتى أقل لو كان نختارو حتى 15، مقبرش 15، نختارو 30. هنجيب السكتش هذا نعملو سيركل لنا على 6. اوكي، بعد نختاروا من لنا هكا هكا بشوني، مرش نختاروا هكا نكرر الشكل هذا 6 مرات. اوكي، نحاول تو تريمي، قصوا منا لنا، قصوا منا لنا، قصوا منا لنا، قصوا منا لنا. جميل، فينيش نعملو فاستو لا نرجعو لسكيز مرة أخرى، نعملو بروجيكت هذا كله، فينيش نعملو فاس هذي بيه متعدتش، كنسل نرجعو ريمي وهذا فينيش جربوا فاس. اوكي هكا تنجح امريكا. برابور للشكل هذايا كنت نجم نقص شوية القطر متاع السنة.
خمسة مليمتر. نجيو تو نكسرو هذا، نعملو حتى 20 مقلقش. فينيش نفس، باش نختاروا اللون، باش نختاروا كولور اصفر مثلا هكا. اوكي الشكل هذا تو باش نحي لهم الادابتف باش ما تفسد لناش البيعة. نحي الادابتف باش نعملو انسبكت. عندنا 2 مليمتر و مليمتر و 2 مليمتر 5 مليمتر، دونك نرجعو نعملو باترن. هذي مع هذي مع هذي باش نمشيو مع اللاكس هذا. كل 5 مليمتر باش نعملو 10. عشرة تعطينا 5 سنتي، دونك باش نعملو 20. نعملو 25، لا 20 يكفي. اوكي يلزمنا توا نحي، باخي نرجع نحي هذي كلها توا هكا باش تولي مشكلة. باهي نرجع نحي ل نسبريسي البلان الكل. هذا هي الادابتيف، هي فيزيبيليتي ريسايز. خلاص العملية لنا ادابتيف فيزيبيليتي ريسايز. نرجعو نعملو باترن. هذي مع هذي مع هذي نمشيو مع لاكس هذايا. 5 مليمتر 20.
انسبكت. من لنا 10 سنتي ما هي برشا. نمبر 22 نمبر انسبكت 3 مليمتر. بيتو باش نعملو العكس نتاعهم معناها. طب باش نعملوا الجهه الاخرى اللي هي الكونتر. لا علاش عملت ال فيزيبيليتي؟ علاش عملت النقب هذوما؟ النقب هذوما الدور نتاعهم خاطر بعض هذوما باش يكونوا ديكالي بارابور لبعضهم، معناها باش يجي في الشكل هكا. هما كي باش يركبوا باش يكونوا هكا. يعني كل مرة باش تتحرك كل واحد بينات كل لام ولام فما 60 درجة. هذا من اللمات نمشيو للجزء الثاني توا. ولو اني ماذا بيا نزيد كعبتين منا ومنا. باش نعمل 23 ولكن باش نطرح هذا هو اخر كعبة. هذا نعمل له سبريس. اوكي باهي هكا واضحة العملية. تعداو توا للجزء الثاني. نحنا عنا نرجو الانسبكت عنا منا لنا 113 مليمتر، معناها لازمني نديكاليها بعدها بسبعة ملي ونص. اي مش مشكلة، سبعة ملي ونص. احنا عنا ملي وملي باهي مش موضوع. تو بعد نرجعولو، نرجعو توا للكونتر لام. سي سي كتر زيرو ان مثلا باش نضمو لي هذي لنا. مليمتر كيلوغرام سي في عملوها. ما فيني شكل اسكيز هذاك، خلينا نرجع نحطها. طول 2 مليمتر
نعملو بروجيكت لهذا باش نبعدو عليه تقريبا 60، نبعدو 2 مليمتر، نعملو 62. انا باش نعمل بروجيكت هذا وهذا، بروجيكت هذا نحاولوا نخدموها هكا. دونك جانا ارك مع هذا هيك، يطلع هيك اختاروا السيركل هذي. كنا احنا الكعبة باش تتحصر لنا، دونك منا ابتداء من هذه، من النقطة هذه نبدو به ليني نكسرو هذا، نبدو بالنقطة هذه هكا، معقول جدا. نجم هذه نكسرها هذه وخلنا نرجعوا للتصوير، هما تقريبا يكونوا هكا معناها الزرزيحة ودمي سيركل وواحد باهي. نجم نخدمه على هذه هكا، تقريبا الجزء اللوطاني ما يقلقناش. اما هو كي يكون هكا يكون تخرج خير القطعه. بها عمودي بعد نعملو مستطيل عادي، نبدو منا لنا 30 هذا نحطوه بنتروا، لا بنت كات او بنتو بلوكي
يحاول يخلق في المشكلة. لوجيك معقول هكا مريقلين. نجيب باش نعملو لنا 10 مليمتر 10 مليمتر 10 مليمتر. نرجع للسكيز سكتش فسخين فينيش. اوكي هذه لنا باش ما تعطلناش في الازهر القصان نتاعها. نعملو لها شونفرا ب 1 مليمتر.
نحاول نحضر لونجل تاع القمع. نجم بروجيكت هكا ندير زاوية صغيرة منا. زو سنتي قلق شيء اتمنى النجم نزيدها مستطيل صغير. باش نعملوها شيت 2 مليمتر. بروجيكت نعملو 102 فينيش خلاص. نسكرو البروفيل هذاك فينيش فاس 2 مليمتر. اوكي فينيش باش نعمل واحدة اخرى كيفها سي كتر هاندو مليمتر. اوكي نرجع دوكيمون سيتينغ يونيت مليمتر. اوكي كيلوغرام. اوكي بروجيكت الفاس
فيني كي فينيش فاس نرجع تو كالعادة نحولهم ثلاثة لادابتيف نرجع للبلان الكل نعملهم موتوري سايز نحيل ادابتيف نحيل فيزيبيليتي نفس الشيء للثاني موتوري سايز ناحية الادابتيف ناحية الفيزيبيليتي ثالث ناحية الادابتيف توري سايز ناحية الفيزيبيليتي ادابتيف فيزيبيليتي توري سايز اوكي دكور نرجع هذه الامليمتر كما خدت امليمتر اوكي كلها زرقاء مثلا هكا وهذه كما هكا ما نعملهاش صفرا نعملها مثلا اورانجي ولا مرة نعملو هادي او هادي او هادي بطل نفس الموضوع نخدمو على العكس هذا كل 5 مليمتر باش نعملو 22 نعملو 23 نجيب الاثنين الاخرانيين نحن فيزيبيليتي عنا في لوبيس ساعة ونص باي دونك توا باش تكون لنا لام و كونتر لام هكا باي اكسلون دونك السلعة باش تهبط منا تهبط منا تتسرسب نجيب بينات هذا مزوز و يهبط عليه يقص بيه معقول نرجع فيزيبيليتي لنا ناحية هذه ادابتيف نوصل كتير كلنا باش نحي لها الفيزيبيليتي بارتو بي عنا ديما بينات بين اللام اللام والكونتر لام عنا امليمتر يتقسم على اثنين معناه 0.5 0.5 وبين هذه وهذه خلنا نطلع من فوق نشوفها بين هذه وهذه ديما عنا 0.5 مليمتر منه 0.5 مليمتر منه
لازمنا نرجعو توا هذوما نشوفو قداش باش يستهلكو لنا ينقص وقداش مطير قبل ما نكملو نبنيو القمع. نرجعو نحيو الفيزيبيليتي تاع هادي وهادي. باش نحلوهم الكل اوبن اوبن. نرجعو لهذا اوبن. دوك عندنا 6 قطايع، عندنا الكاتر الكال بيناتهم، الكال الثانية دوك الكاتر والكال الثانية هذم في 2 مليمتر. عندنا هذي كيف في 2 مليمتر. سي دو ان وهذي في 2 مليمتر. دونك هذي 2 مليمتر وهذي 1 مليمتر. مليمتر 2 مليمتر 1 مليمتر. دونك هذي تجي مع هذي دونك قطعة 2 3 4 هذوما الأربعة 2 مليمتر وهذوما الكالات في ال 1 مليمتر. دونك نبداو بورت فاس سردنج ماشين باش نمشيو عندو فولدر نسموه دي اكس اف. ليزر باش نعملو فولدر نسموه لينكس. ها مليمتر باش نعملو فولدر اخر نسموه لينوكس 2 مليمتر. لينوكس 1 مليمتر هذي بيسموها سكتر 2. لوبسيون هو عندي 2018 بي تاع تمريج 2 مليمتر. بسمع سي 4 0 1. كاتر دوكور
كترمين. نرجعو باش نحلو الديب نست باش نعملو ورقة طولة 2000 متر على متر 1000. اوكي باش نعملو امبورت شادي ماشين ديكسف ليزر نقص 2 مليمتر. اختاروا القطعة الأولى اوكي نعمل بورت. القطعة الثانية القطعة الثالثة القطعة الرابعة كل قطعة منهم عملنا 23. نرجع نثبتو عملنا في الباترن عملنا 23 قطعة. لما حالو إليمينينا قطعة ما مش مشكلة نعمل كل 23 23 23 23 هذه بيسموها شيت. نعملو نست يلزمني نعمل ستوب نست. نرجع بدل في السيتينج نحطهم جرافيتي bonding boxing start nest باهي جيد جدا. هكا هكا ديجا معناها نفضيو ورقة الطول. ستوب نست باهي جميل. ورقة الطول مازال عندنا معناها نجمو نستعملو 2 مليمتر. باك نرجع اللوجيسيال اوكي دكور بانتروا عادي. هذه طمنا عليها نتعداو الساعة كي نعملو جزء. خل نحيو هذي نحيو فيزيبيليتي أو لا نرجع هذي نحي لها فيزيبيليتي هي و البيرينج هذا نحولو فيزيبيليتي اوكي. باش نعمل توا قطعة 2 مليمتر هي بجينا مع الديسكات
ما نعملو 2 مليمتر ما يقلقش. دونك باش نعملو نسموها فيس فيس 2 مليمتر. اوكي كونفيرتو شيت ثيكنس 2 مليمتر. طبعا ستينلس ستينلس ستيل. اوكي نرجع للطول بدلو 1 مليمتر كيلوغرام. اذا باش نعملو بروجيكت لهنا، نعملو بروجيكت ولو انو نقب هذوكم سونتراج. عندنا هذه هكا باش نحاول نختار خط اللي هو يكون منا هكا يطلع عمودي. هكا اختار حط الجزء هذا هكا نطرح منه مستطيل هذا. لا مزنيش نطرح مستطيل هذا ويقعد. تبدأ في الأبعاد متاعنا، نبدأ من لنا 10 هكا نجمو نكسرو من لنا هكا ناخذ الزاوية مثلا 30 درجة مثلا. خلينا نشوفو الزاوية متاع القمع هكا عشرين 200 وحتى 200 برا تاكي باش تولي عالية. نعملو 10 يا 200 باهي 200 طابة تتزرزح السلعة. نجمو نبدو منا لنا تين كسروا هذه هكا عشرة
جيد، جميل جدا. سكروا هذا من ألنا. نجم نبدو لنا، ما مقلقش. سكروا منا لنا. اوكي فينيش. يونان بفاز. ما قلقني شيء. عادي ما قلقش. نرجو. السكتش هذا نخلوه فيزيبل. نجيو نعمل بروجيكت هذي. هكا. ونبعدو. هي 60 نعملو 62 حتى 64 مقلقش. فينيش كات. اوكي نرجو نعملو اسكيز اخر بروجيكت. فينيش كت. اوكي ما يقلقش. بعد نرجع مرة أخرى لنا. نعملو لوميير بروجيكت. يعني يعني نعملو تروا لوميير تاع سانتي. فينيش كات 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 كات. اوكي اوكي بات. نرجع لهنا مرة أخرى. نجيب لنا نفسخه هنا. هنا visibility. نعمل project الخط هذا. نجيب نبدو 2 مليمتر. Finish.
ماشي اوكي نعملو لها فاس. اوكي جيد. نجيو لهنا نعملو فلانج. عشرين مليمتر مثلا. اوكي سكروا كسروا منا كسروا منا. اوكي دونك توا غلفنا غلفنا الحديد باللينوكس. باهي نجمو توا نخدمو على لا محالة. هذه نجم زادا نزيد نخدم عليها اكثر خطر برشا بعد. برشا نبات بستين فينيش باهي دكر هكا باهي. فينيش نجم جيد لنا نعمل هذي نعمل فلاش الداخل. نجم نعمل فلاج تاع 30 مثلا. اوكي طبعا هذي من نفس النوع إينوكس. ندي هيك 2 مليمتر. نجي نعمل بلان نبعت بيه اوفسيت شو قلنا 12 معناه 60 مليمتر. اوكي نجي نعمل مروار قطع هيك جيد جدا. نجم
نجمو نجيو لنا نعملو فلانج اخر. فينيش نجي نحي البلان هذا فيزيبيليتي ونحي البلان في هذا ايضا فيزيبيليتي نتاعو. فينيش فينيش اوكي. لا مش تعطيني هكا راح الميروار فيزيبيليتي كنت تتعدى منا اش تولي يطيح اللوز منا لازم نعمل لها بلاك هكا. باهي نرجع المروار فيزيبيليتي دو بارت فيس سماها اريير 2 مليمتر. اوكي اوكي شو الطول يونت مليمتر كيلوغرام. اوكي نرجو شيت اوف متر 2 مليمتر ستينلس كالعادة. سكتش اوكي بروجكت بروجكت نبعد 30 حتى ب40 ما تقلقش. فينيش اوكي اوف فاز بعد برشا كما معقول اسبيكت من انا ما قديش 30 فينيش اوكي نعملو بعدها فلانش طابت ماشي 90 درجة نعملو
10 100 نعمل 30 دوغري. باش حقني زدت طلعت نرجع هذي 30 نحطها 60 مانيش اوكي 30 دوغري 45 45 نعملوها لنا 50 على 60 شوية 60 نعملو 80 50 دوغري نزيد نطلع بها نزيد نطلع نحط 80 اوكي نحطو 45 45 ونقدموا بها شوي 10 يزي وي هيك معقول كما أقول الفيزيبيليتي نتاع البلان هذي اوكي هيك دونك تهبط السلعة لداخل تهبط تتزحلق تمشي تتقص باهي نحي لها فيزيبيليتي باش نشوف اوكي دونك عنا تهبط السلعة لنا تمشي لنا تتقص باهي داكور واللي باش يهبط منا يهبط لوط نجم نزيدو بيازة اخرى لنا اما في الان مليمتر بيت نشوفوا وين نزيدوا ولا ما نزيدوش
هنشوف الفيديو ظهر لي طوال برشا من ساعتين و ساعتين و13 دقيقة. باهي نرجع مرة أخرى، عندي تحفظ على القطعة هذه، نحب نزيد فين هو الفلانج هذي 45 درجة كي نعملها نزيد نعمل 130 ونبعد بها 50 درجة. حتى اكثر نعمل 150 مش يقعد لي برشا، لان اذا ما نعمل 130 135 ونعمل 48 درجة. تحتاجي بيه 50 درجة، تقولي السلعة تهبط منا. بعد نجمو نعدلو نحنا لمحالة، مش قضية فيد السلعة تهبط منا. ليش نيزمني نعمل انسبكت بين هذي وهذي؟ قديش عندي؟ عندي تقريبا منا أقرب نقطة إن عندي 3 سنتي، 28 مليمتر، بيه 28 مليمتر، 3 سنتي بيه. تعداو لمحالة هذي، عندي عليها زادة تحفظ القطعة هذي. نحي الفلانج هذا ديليت، نرجع للسكيز لنا، نعمل بروجكت هذي، نعمل الجزء هذا، نبعد من لنا نبعد 25 مليمتر، حاول يكون هذا عمودي. ونعمل قصة، هذه قصة اوكي هيك جيد جدا. وبعد نعمل فلانج الداخل، تسعين درجة 3 سنتيمتر. اوكي وبعد نحب نعمل فلانج لما تدخلش ال نعمل فلانج، حطو 100 200 مثلا، شوف نختارو زاوية مثلا 45 درجة بالشكل هذا، باهي 45 درجة هكا باهي. ممكن ناخدو 30.
فينيش شنحب نتستي القطعة هذه نشوفها بوسيبل باش تتصنع، ممكن صنعانها وإلا لا. جيد، جميل جدا، جميل جدا جدا. اوكي يس، نجم نجي نكسر الزوايا متاعها. خمسة مليمتر مثلا. اوكي فينيش. جيد، تعديو توا المرحلة الثانية. القطعة الثانية هي المروار متاعها. اوكي جيد جدا. به نعملوا قطعة اخرى ثم فيس 1 مليمتر فرونت. اوكي كالعادة نبدلو مليمتر كيلوغرام كوفيرت 1 مليمتر ستانلس ستيل. اوكي سكتش. اوه هذه وهذه. نعمل مستطيل. نسيت. اوكي خلقت نعمل زيرو. جميل جيد جدا. اوكي تو القطعة هذه بس نزيدو نعملو لها فلانج ثانية. أما ما هيش 90 درجة باش ناخدو نحطو 20 سنتيمتر مثلا ونحطو زاوية متاع ما هي بتجي التالي
160 مثال. مثلا اوكي هيك نجيو توا فينيش صوروا قطعة أخرى ليفت ولا رايت اف اير هوبر اوكي كونفيرت شيت ميتال طول بدلوها مليمتر كيلوغرام اوكي في سيدي بروجكت اوكي نطلعوا بهيك هذه نعمل بروجكت الخط هذا مش بيعطينا نفسخوه انتم بعد نقصه مش مشكلة اختاروا زاوية واضحة لنا وحتى كان بشي في نفس الزاوية مش مشكلة تو نكسرها بعد ال فيني شي مش مشكلة نعمل فاس هكا هكا اوكي هذه حطيتها مليمتر ولا دو مليمتر ما حطيت حتى شي مليمتر فينيش جميل جدا هو احسن موضوع نجم نمشي في موضوع اخر طريقة او تكنيك اخرى معناها متاع باش نصور الطولة باش ما نضيعش فيها هيك خاطر باش تولي معقد معقد العملية بهيم
مترو لا برشا. نطيح فيه الفلسة دي. وش نعملو نحنا تو؟ حتى هذي نطيحو فيها. شو نعملو هذي مروار على البلان هذا ميكس اوكي. جيتو لنا هذي سكتش لنا نعمل بروجيكت بروجيكت نختار مثلا النقطة هذي النقطة هذي نبدو بها لنا بروجكت هكي. يعني هكي. شوف شنو باش تعطينا بس بيه ما عطتنيش شيء. نجمو نبدو على الرياضة لنا شوية فينيش نجربو نعملو فاس ونشوفو واش باش تعطينا. جميل
جميل جدا. متر كيفاش نرجعوا للفاس هذي؟ اش قلكم مش باش نعمل؟ اوكي باهي متعديناش بالسكيس 3D، نرجعو نعملو موضوع آخر دقيقة. باهي نرجعو نعملو سكيس 2D. باهي عندي موضوع باهي، نجيو لهاذي هكا، نجيو نعملو لها نخدمو على الفاس هاذي. بروجيكت هيك بعد نسكر كل شيء منا. فينيش بنجول الاكسترود طير وذا بالكل اور بوث فينيش. اوكي اكسبت. مين الميروار فسخها ديليت يس. اوكي اكسبت. جيد هكا كامريك. نعدو للنقطة الثانية، نجيو لهاذي هكا، نختارو هاذي،
فينيش دي اكسترود هوب. All both. Okay. لا. بلبسطة. لحظة فسخي. Delete. Yes. Okay. نرجع نعمل بروجكت على هذه. نعمل اكسترود على الفاس هذه بروجكت. اوكي جود. نحول هالادابتيف. نحول هذه الادابتيف. تا 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 خصيتها من اي يعني مش مشكلة. نحاول هذه الادابتف نرجعها للجزء هذاك نرجعها مش قضية. اذا هكا جميل جدا تربطوا هذا مزاج مع بعض. نرجع لهذه نرجو نشرجي وذي قصينا. فينيش فصل. اوكي فانا بسكيز اخر بروجكت. بروجكت طلع الميروار خط في الوسط هيك. نجيب هذا من نعمل خط هيك يبعد عليه يبعد عليه مثلا 0.2 مليمتر. اوكي اوكي نبدو هكا 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 اي هكا. جميل جدا. حتى 0.1 ما قلقش 0.1 مليمتر. بعد نعمل الشكل هذا نعمل له مروار
زيدو. نيش نعملو كات هكا كات هكا. اوكي جود 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 جود. نرجعو نعملو واحد اخر هكا. نعملو بروجيكت شنو هذا منين طلع. فينيش اي طير الكل. شنو هذه منين طلعت هذه؟ يعني بكي قصيت ما قصيتش الكل. مرة أخرى أي برا مسيرش بروجيكت كاتين فينيش اكسبت. مرو اوكي با دو بروبليم جود يس. مرو لنا نسكروا هذوما باش ما يثقلوش علينا. جميل جدا. ديليت بعد البروبليم. هذا ممكن نحول فيزيبيليتي. هذا مزوز نحول فيزيبيليتي. اوكي جود باهي. مش باش تتعدى خاطر عملها بالاكستريت. نرجع نقصها هاي. بروجيكت فينيش بس
نعملو حاجة صغيرة متاع زوز سنتي 90 دقري. اوكي ماشي جوك سكرو هذي منهم انا نعملو لهم روندي عشرين فينيش. اوكي نجيو نعملو بلي صغيرة لنا 90 دقري تاع زو سنتي. عندي هنا نشوفو كيفاش نلحط اللحم في بعضها. قداش وصلنا تسجيل؟ 3 سوايع تقريبا. هادم يولو يتكاو بال يتكاو بالصدور برا. انتو قدرنا البياسة الأخيرة
اللي هي باش تكون من الأربعة. البلان هذايا بزيدو في سرير اوكي فينيش اوكي نحيو البلان هذا ديبينيتي نحيو الضبط فيه دوك هكا تقريبا الهوبر ما هل نعمله باللحام ولا نعمله بال ولا دبتف شو شو هني بنيتي بنيتي هذه تولي تمشي الحام الكل بين سجلو نرجع القطعة هذه نحلوها
القطعة هذه. اكسبورت 2 مليمتر سميناه اريير ار 2 عنا هذي ثلاث بطان فيس. فيس ليفت رايت شنو نبدو فيس ليفت رايت كابتين سميناه ار دو نحنا ار دو كاب ستارت نستنج ريجد بي هنا يفضل في الطول مي ستوب نست نرجع نوك 2 مليمتر معندناش فيها مشكل اوكي يس هاتي بشتولي فيها اشكالي ميروار خطري فيس رايت هوبر حتى معاهم كنت عديت معناه ريت تتعدى الامليمتر شيء جدا نعملو انسبكت صغير نشوفو الديمنسيونات 40 سنتي تقريبا 45 40 45 باهي برشا باهي برشا بعد نزيدو فاس بتاع بروتكسيون من تالي باهي اذا نرجع نكملو عنا لما حالة توا النجم نكملو كيلكو فيتشر معناها صغار نجمو نعملو واحد نحطو فيه اري ديرجونس
نخرجوا منها مش مشكل. بها شوي تبلاش تا 3 سنتي اوكي ومات نعملها فاز اوكي لا عاد بس اوكي بعد نعمله فلانج لداخل نعمله شي 90 دقري نعمله مثلا 60 دقري تمشي ب 30 الداخل ما نعملو لها فلانج الداخل هكا منها ومنها 90 دقري 90 دقري من 3 سنتي نجمو نعملو مثل هكا نجمو حتى نزيدو بلي اخرى منا
باهي نجمو نزيدو بياسة أخرى. في هذه منا ديبار 33 برا ميسيرجي مشكل. اوكي منش مليمتر كيلوغرام طول مليمتر كيف أس نجم نزيد بيسة أخرى لنا بار ترونت كات متر كيلوغرام دو مليمتر هذه دونك لنا بالسلامة تطيحش هكيكا فاصل الماكينة
جنب هيك لازم نزيدو سيبور للموتور. نجم يكونوا كلهم دي لومير، خلوا روحنا شوية مارج دي فليكسيبيليتي. سنتي مثلا نهربوا منها مثلا بسانتي، نهربوا منها 3 سنتي. عشرين مثلا
نزيد الطول. هذه بعد تو يلزمنا نقوها تو نعملو لها سيستيم نقوي بيه باهي مش قضية تو خلها هكاك تو مبدئي تو بعد نعملو لها موضوع باهي دونك في التنظيف باهي دونك تو تو باش يقعدلنا باش يقعدلنا ال باش يقعدو حكاية نقب نقبان منا ومنا باهي تو نعملو فيديو آخر زلو نقب هيك هو خاطر طوال ال طوال الفيديو برشا وثلاث سوايع واربعة وعشرين دقيقة الفيديو طوال برشا وباش تولي لما حالا نجمو نعملو ولا باهي نجمو نبداو في القبي قبان هكا هادي بروجيكت اوكي باش نعمل فيها دو لوميير اخر في الوسط تيس تروا بونو سي بون تروا بونو سي بون فوالا فير نعمل نقبو برا
8 نبدو بكارونت 40 اوكي اوكي حتى 50 متقلقش فينيش اوكي نجيب الهيدي توما ولو اني ماذا بيا نمشي الهيدي خير قبل يعني نحلها وحدها خير نحلها وحدها وناخد ملها سنتر 26 نبدو ب 14 مليمتر سيس نبدو ب 30 30 نمرة 3 3 25 اوكي فينيش 4 سايز نبدو بويت سيس ترونت 30 مرة أخرى أوكي أوكي فينيش اوكي نرجع هيدا اختار الوسط فانتسي سنبا دوب دوز سيس ابسنس سيكونت سيكونت نمبر كات كات فينيش فينيش اوكي تعدي الجزء الاخير بروجكت فانتويت نبدو دوز تكتورز
سيس. فينيش قصو اوكي نرفع هذي اكسبت سكتش بروجكت accept not already base project نرجع الفيو وقت مش عامل ظهر Good, good, good. Good, good. Okay. Finish. Accept, okay. And the club shirkup has a shirkup. Finish.
فينيش كات كات. جست نبدلو ال محتاج نجمو نختارو الأزرق هذا مثلا يوري اوكي نختارو هذا ولو انه هذا تبع خلاص اوكي بين اتنين نحمل البلانر كلهم هيك باش نقدر نلوجو عليهم برشا. بين اتنين بين اتنين تبع على قطع هذي تبع هذي مي هذو متشدو البولونات هذا متشدو كيف كيف بولونات هذا متسنترو لانه يتكبس البولونات كور هذا القمع يتشد البولونات سيبور موتور فيكساسيون تاع الموتور لانه تون نجمو نزيدو حاجة اخرى من لوطا سيبور موتور ولا انا عندي كوليزيون تاع دو ماتير ما يقلقش كينا ملاطة وحجنب فوق انفاس انرجستري محل نجم نزيد طاولة منا طاولة صغيرة هكا اما هو اكسيسيبل باش نجم يحرك الفاكهة واللوز بيدو
اوكي تقريبا هذا هو الشمال كنا نشوفه تكنيك هذا هو. شكرا لكم والسلام عليكم. بتاتر تنعمل جزء ثاني في الفابريكاسيون.